اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم في منوعات مع رشا. لو اول مره تشوفوا القناه لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. لو عندك لحمه ضاني وطبعا ولادنا اللي يقول لك لا ما بحبش اللحمه الضاني اعمليها بالطريقه دي وان شاء الله هياكلوها من غير ما يحسوا اصلا ان هي ضاني. الريش هنسويها ازاي وهتطلع مستويه كويس وهتطلع كمان مشويه زي اللي بتاكلها من بره. تتبيله حلوه هنعملها لها ريحه وطعم بصي يعني مش هتخيريها كانك شوياها على الفحم بالظبط. اول حاجه كده هنسمي الله وهحط حل على النار. عندي حله الضغط دي لو انت مستعجله حلوه قوي يعني بتسوي لك اللحمه لو هتقعد ساعه هتسويها لك في نص ساعه النص بالظبط. اول حاجه حطيت طماطم وحطيت شرايح من البصل وشرايح من الطماطم ورق لوري وحبهان ومستكه وعود صغير قوي من القرفه بتدي طعم حلو بحب احطه. حطيت كمان فلفل ومعلقه صغيره من الملح لاني لسه هحط الملح مش دلوقتي بس علشان التتبيله يعني ياخد التتبيله كده والبهارات وهو لسه في الاول هحطهم مش هحط ميه ولا حاجه هسيبهم. اللحمه بتاعتي هتنزل ميتها على نار عاليه وهتاخد يعني جزء من السوى يعني انت بتحطيها كده هتاخد جزء من السوى معاكي. هغطيها بس كده هسيبها زي ما هي مش هاجي جنبها تاني. اول ما احس ان لونها اتغير والميه بتاعتها قلت خالص اللي هي نزلتها هرجع ازود ميه تاني اكون طبعا غلياها. عودي نفسك وانت حاطه حاجه على النار سخنه ما تديها الصدمه بميه ساقعه. حاولي تسخني الميه لو عندك كتل او لو هتحطي يعني اي حاجه حله تسخني بيها ميه وهتحطيها علشان ما ترجعيش تسلميها بميه ساقعه. هسيبها لحد ما تستوي 3 ارباع سوا يعني لسه جامده شويه كده ما استوتش خالص يعني هي ممكن تتاكل يعني هي جامده كده ممكن تاكليها عادي ما تسيبهاش لحد ما تستوي خالص. انت هتطفي عليها بعد ما تستوي زي ما بقولك كده لاني لسه في تتبيله تانية طبعا في الحله دي بتسويها على طول فهحط الملح بتاعها علشان مش هفتح عليها تاني. هسيبها طبعا وزي ما قلتلك بتاخد نص السوا هي لحمه صغيره مش هتاخد وقت معايا خالص. هحضلها تتبيله التتبيله بتاعه الشوي بعد ما بتستوي زي ما قلتلك كده تتبيله حلوه قوي مخليه ريحتها حلوه وطعمها حلو. لو انت عندك طبعا شوايه على الفحم هتشوي على الفحم بالكهرباء هتشويها عندك جريل زي ما عندي كده هشوي بيها. خلي بالك وانت بتقفلي الحله يعني اقفليها كويس ولما تستوي ما تفتحيش الحله خالص غير لما تلاقي البخار بتاعك طلع يعني ما بقاش فيه بخار. لكن لو فتحتيها يعني كفينا الشر يعني صعبه قوي فانت لو عندك خلي بالك منها تقفليها كويس وهتسيبيها لحد ما تطلع البخار وبعد كده تفتحيها. اللحمه بتاعتي زي ما بقول لك كده استوت ولسه متماسكه. هقول لك المقادير بتاعت الخلطه اللي هنعملوها اللي هتودي اللحمه بتاعتك في حته تانيه خالص. معايا بصلية صغيرة اخدت المية بتاعتها ولمونية عصرتها حطيتها يبقى مية بصل وليمون ومعلقة من الصلصة وكمان زبدية صغيرة وحطيت معلقة خل. احط كمان معلقة من زيت الزيتون ومعلقة من الصويا صوص. الصويا صوص اللي بيودي الشوي ده في حتة تانية خالص وزي ما قلتلك قبل كده انه مش غالي ممكن تجيبيه وبيقعد عندك وقت كتير. حطيت البهارات بتاعتي فلفل اسمر كمون كزبرة ناشفة بابريكا والملح طبعا وبهارات مشكلة. هحطهم واقلبهم كويس وهنزل باللحمة بتاعتي يشرب بس من التتبيلة يعني ممكن تسيبيه ربع ساعة لو عندك وقت هتسيبيه نص ساعة ما عندكيش يعني ربع ساعة 10 دقايق بالكتير يشرب بس من التتبيلة الحلوة دي علشان تطريها وانتي بتشويها. هتشويها على الفحم او على الجريل. الجريل ده ما اقدرش استغنى عنه في المطبخ يعني كل حاجه بعملها على الجريل بيدي طعم وريحه تانية. اللحمه اللي بشويها زي اللي على الفحم بالظبط والكفته كمان ممكن تشويها في الفرن لكن لما بشويها على الجريل بتدي ريحه وطعم مميزين كده حلوين. فالجريل دوت يعني فعلا حلو قوي بيديكي نفس النتيجه اللي بتشويها على الفحم بس الفحم بياخد وقت ومجهود كتير. فهبدا كده اسخن الجريل جامد مش هقول لك وطي عليه لا انت هتسيبي النار بتاعتك عاليه اول ما ياخد لون هتبداي تقلبيه على طول. الخلطه دي بتخلي اللحمه بتاعتك طريه. بعض الاولاد يقولوا لك لا احنا عايزين اللحمه تتحمر بعد ما بتتسلق وطبعا ده بينشفها قوي لكن التتبيله دي بتدي اللون الاحمر الحلو وكمان بتكون طريه الزبادي بيخليها طريه زي ما هي ما بتنشفش معايا. فانت هتخليها على نار عاليه اول ما تاخد اللون هتقلبيها على طول هتطلع زي المشويه بالظبط. عاوزه تشم ريحه الفحم كانك شويها على الفحم. هتحطي الفحم هتحطيه على النار وبعد كده هتجيبي ورق فويل هتحطيها في قلبها ونقطه زيت وهتغطي الجريل بتاعك هيديكي ريحه الفحم
عندك فحم يعني مفيش مشكله، ممكن تشويها على الفحم عادي خالص، فانت المتاح عندك هتعمليه عليه. بس جربيها بالطريقه دي، طعمها حلو كانك شويها يعني ما سلقتهاش خالص من الاول خالص على الفحم. التتبيله بتاعتها كمان بتطريها وبتخلي طعمها حلو. طريقه جديده جربيها، يعني احنا بنعمله حاجات كده تغيير منوعات لعيالنا علشان يقدروا ياكلوا الحاجه ويحبوها. وده كان شكلها يعني يعتبر الجريل اخد ثلاث ارباعها، فاضل حاجات بسيطه. اخدت اللون زي ما انت شايفه كده، بصي لونها عامل ازاي، كان اللون بتاعها حلو وطريه كده مش ناشفه، يعني ان شاء الله هتعجبك لو جربتيها. حاجات كده يعني بنفيدوا بعض بيها، لو عجبتكم جربيها وقولي لي في الكومنتات ان انت جربتيها وعجبتك. ولو الفيديو عجبك ما تنسينيش باللايك، وكمان ما تنسيش تشتركي، هتلاقي في تحت الفيديو باللون الاحمر كلمه اشتراك، اتكي عليه وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد من منوعات مع رشا. هطلع كل اللي في الطبقه دي واحط كمان كده، بصي خلصتهم خلاص، ما اخدوش مني وقت خالص. عاوزه تعملي بقى شويه مكرونه حلوين كده هتعمليهم، عملت بصراحه جنبهم مكرونه واتاكلوا على طول ما تبقاش منهم حاجه. بصي شكلها عامل ازاي، زي المشويه على طول، كان طعمها حلو وحاجه تغيير. كده خلاص خلصتهم ما اخدوش مني حاجة، وعملت كمان المكرونة جنبها. عاوزة تعملي خضار وتعملي رز جنبها اي حاجة، كنت عاملة المكرونة مفلفلة، وكمان القمرة ظلمة الالوان، ظلمة لون اللحمة وظلمة لون المكرونة، كان لونهم احمر وحلو. ده كان شكل المكرونة بتاعتي، عملتها وقضيت اليوم بتاعي. حاجة كده تغيير في الاكل علشان ولادك يحبوا الحاجة، فانت طول ما احنا واقفين او طول ما احنا في مطبخنا بنفضلوا نفكروا نعملوا لولادنا ايه، حاجات تغيير علشان ياكلوا الحاجة. عملتها المكرونة طبعا مفلفلة زي ما انتوا شايفينها، واللحمة بتاعتي مستوية وكانت تحفة زي ما متعودين مع بعض. الحاجة لو حلوة بقولك جربيها، لا جربيها حلوة ومتماسكة ازاي وكانت كويسة، كملت سواها على الجريل، يعني هي بتاخد لونها وبتكمل بقية السوا على الجريل دايبة دوب ازاي وفي نفس الوقت متماسكة. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع منوعات مع رشا، مع الف سلامة.